نعم هناك تجمعات أخوية بين المسؤولين وكذلك بين الجماهير، فعلا الجماهير الجزائرية المرحبية هنا في مدينة الدار البيضاء، وحتى الوفد الجزائري الذي استقبل بحفاوة من طرف مسؤولي فريق الوداد البيضاوي. وهكذا هي العلاقات في نهاية المطاف، العلاقات الأخوية المغربية الجزائرية في هذا العرس الإفريقي، لأنه كثيرة هي المواجهات التي جمعت بين الأندية المغربية والجزائرية وحتى بين المنتخبات. دائما الروح الرياضية هي التي تسود في نهاية المطاف بعيدا عن كل ما ينغص صفوة الروح الرياضية والعلاقات الأخوية بين الجمهورين وكذلك اللاعبين والوفدين المغربي والجزائري. هنا أمير عطوشي يلعب كرة، يوسف رابح، ماذا تفعل يا عطوشي في نهاية المطاف؟ رابح يمر بهذه الكرة ويخرج من المكان الصعب، تمشي للعب أشرف مشارقي، يطلب النصير هناك على شيء الملعب الفعل ليتوصل بها عبد اللطيف نصير ليرفع، نعم يرفع في اتجاه اللاعب السعيدي، لاحظوا التقدم الواضح للسعيدي والمساندة. جول 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 جلال. يا وداد أنت الحقيقة والخيال، وداد الأمة رمز الفداء ومع سرة الوفية، الله على الحمراء جابوا الرجال، جاب وليد الكارتي حطينه في الشبكة سيماموش، حطينه في الشبكة، نعم المدرجات تشتعل، وليد الكارتي سلسل المدرجات، وليد الكارتي شعلنا في المدرجات. هذه الإعادة لمسة السعيدي، وبن شرقي حطينه، بن شرقي حطينه، مررينه وبلمسة واحدة جيبة من الشبكة يا سيماموش، جيبة من الشبكة يا سيماموش، لقطة تدرس، لقطة معك يا سيد الدوري المغربي. هذه كورتك يا وليد، جابها وليد في نهاية المطاف، 1-0 للحمراء، يشعلنا وليد ويخلي المدرجات، نعم.